السلام عليكم ومرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا الدرس الجديد الخاص بمنصة إكسبرس جاز. فمنصة إكسبرس جاز تعد من أحدث منصات البرمجة على فريمورك نوت جاز. فلا يمكن استخدام نوت جاز من دون الكلام عن منصة إكسبرس جاز. فمنصة إكسبرس جاز هي فريمورك لبرمجة تطبيقات الويب، يوفر العديد من الأدوات التي تسهل العمل. مثلا Getting Started، هنا يعرفنا كيف يمكن تنصيب الإكسبرس جاز. فالإكسبرس جاز لتنصيبه على الآلة تقومون فقط بـ npm install express jazz هكذا، وسيتم تنصيب إكسبرس جاز. هنا ندخل إلى الجيت. فالإكسبرس جاز هو مشتق من أحد الفريموركات القديمة على منصة الروبي المسمى بسيناترا روبي. فسيناترا روبي كما تلاحظون هناك تشابه بين الإكسبرس جاز وسيناترا. فالإكسبرس جاز هو فريمورك يوفر لنا مجموعة من التسهيلات حول بروتوكول ال HTTP، مثلا كالبارس للهيدر ودعمه للتطبيقات بمعمارية ريستفل. هنا نستطيع مثلا الدخول تيست هكذا، تيست وغير تيست. مثلا تطبيقات النود التقليدية ناتيف نود فهي تشبه هذا الكود. فعندما يدخل الكلاينت يتم تنفيذ منطق هذا الخادم. مثلا هنا نقوم فقط ب response and وكتابة هذه الجملة. مثلا إذا كنا نريد القيام بهذه العملية، أي جواب أي إرسال تلك الجملة عند الدخول إلى slash، وجب القيام ب switch request url هكذا، ومن ثم القيام بكيس كيس contact break و default break، ومن هنا نرسل الجواب. فهذا هو النود ناتيف. كما تلاحظون فهو جد متعب. أما منصة إكسبرس جاز فهي عبارة عن روتور لليغل، فهي شبيهة إلى حد ما بهذه السويتش. فعندما تقومون بفار إكسبرس var app equal إكسبرس فإنكم تقومون بخلق انستانس من خادم إكسبرس. فداخل منطق إكسبرس هناك يغال هناك روتور يقوم بتفقد نوع اليغال والميثود المرسلة. كما تلاحظون فهو جد متعب. الآن إذا كنا نريد برمجة هذا التطبيق باستخدام الإكسبرس جاز، تقومون بفار اكسبرس بوان جاز استسميح هكذا، تقومون بفار اكسبرس require express
وخلق انستانس من هذا الريتور var app express، ومن ثم app get، فget تعني نوع الميثود. هكذا و get slash contact. اما request و response فهي نفسها، في request و response بين express و node native فهي نفسها request و response، الا ان express js يضيف بعض الاوبجي و الميثود فوق الريكوست والريسبونس الناتيف الخاصة بنود لتسهيل البرمجة. ومن هنا تقومون بأبب لسن مثلا 90 90 على كل الواجهات. console.dir 90 90. الآن عندما يدخل المستخدم إلى سلاش كونتاكت نقوم مثلا بإرسال بإرسال response and OK contact، وهنا نرسل response and OK home هكذا. node express هناك مشكل، أظن أن عندي أحد التطبيقات لازالت تشتغل على البور 90 90. الآن نعيد إطلاق الخادم ونقوم بتجربة هذا التطبيق المكتوب ب إكسبريس جي إس. الآن عند الدخول إلى الهوست بار ديفو إلى سلاش نحصل على أوكي هوم، وعند الدخول إلى سلاش كونتاكت نحصل على أوكي كونتاكت. جميل جدا. الآن عند إرسال بوست إلى سلاش كونتاكت ماذا سيقع؟ نرسل البوست إلى سلاش كونتاكت، نعيد إطلاق الخادم، نقوم بإرسال البوست باستخدام كيرل HTTP 90 90 slash contact day هكذا. الآن قمنا بإرسال بوست لذلك اليغال، نحصل على بوست request to do home page، أي أننا حصلنا على هذه الجملة. كما تلاحظون فهو يدعم برمجة الريستفل، اي نفس اليغال يمكن الولوج اليها باستخدام فعل HTTP مغاير. نقوم بالحذف هذا الشيء post contact contact. المشكل في الاكسبريس.js في النسخ الحديثة انه لا يدعم البارس الخاص بالبوست، فهنا يشرحون فقط كيف يجيب هذا اليغال عند الولوج إليه باستخدام بوست. ولقراءة محتوى البوست هناك أحد الميدلوير الخاصة بإكسبريس المسمى ببودي بارسر إكسبريس جي إس هكذا. أظن أني لم أعد أتوفر على الربط بالشبكة وهذا لا يهم. بودي بارسر هو أحد الموديلات الخاصة بالبارس للبودي الخاص بالبوست. هنا اس نوت موديول في حرف بي فهو بودي بارسر. لتنصيبه تقومون ب npm install بودي بارسر، وهنا تقومون بتحميل بودي بارسر هكذا. بودي بارسر تقومون بتحميل بودي بارسر
هنا وجب حقن نوع البوست الذي تريدون تحليله باستخدام البودي بارسر. مثلا هنا نريد قراءة محتوى البوست على شكل URL encoded. في هذه المرحلة نستطيع القيام ب console.dir request body. فبودي بارسر يقوم بحقن محتوى البوست في البودي. المشكل الأصلي في البوست هو كالتالي: contact. مثلا إذا كان switch request method case get break و case post break هكذا و default break. مثلا عند الولوج إلى contact باستخدام get نرسل الجملة، أما عند الولوج إلى سلاش كونتاكت باستخدام البوست فإن المعلومات المرسلة تحقن في ريكوست على شكل إيفنت فانكشن داتا. لذا وجب انتظار نهاية ذلك الحدث لجمع المعلومات. مثلا فارتي فارغ، وهنا نقوم بجمع القطاع داخل الدي، ومن هنا نقوم ب console.dir الدي. كما تلاحظون فهي جد متعبة، في حين أن بودي بارسر فهو سهل جدا. مثلا هنا قمنا بإرسال تلك المعلومات على هذا الشكل، فللولوج إلى نيم نقوم فقط بريكوست بوجي بوان نيم، والآخر سيكون كونسول بوان جير ريكوست بوجي بوان إيميل هكذا. فبوجي بارسر يسهل عملية البارس لمحتوى البوست. كما تلاحظون فهو يجيب ب post contact، وهنا في جهة الخادم فإننا نستقبل النيم والإيميل. لما لا نطبع console.jir request.body هكذا لطبع محتوى البودي. كما تلاحظون فالبودي هو عبارة عن تابلو، عن جيسون يحتوي على الحقول المرسلة. عموما فمنصة اكسبريس جي اس هي حول URL و البارس للبودي، فالأشياء الأخرى فهي متشاركة مع النود ناتيف، أي أن الريكوست والريسبونس الدول المعرفة ناتيف مو على ريكوست والريسبونس، فهي أيضا معرفة على ريكوست والريسبونس الخاصة بإكسبريس جاس. مثلا نقوم ببرمجة هلو نيم function request response هكذا، فنيم لالتقاط محتوى نيم نقوم ب var name request params name. ف request params تحتوي على البارامترات التي يتم تمريرها داخل اليغل، وهنا نطبع response and هلو مستر
نيم هكذا. هنا في حالة افترض ان النيم لا ليس فارغا، اذا كان النيم فارغا قد تخلق لنا مشكل صغير. نيم هنا ندخل الى الايغال مرة اخرى ونقوم بكتابة هلو محمد، سيطبع لنا هلو مستر محمد. الآن عند إضافة سلاش وشيء آخر نحصل على كانوت جيت، أي أنه لا يوجد يغال مبرمج في جهة الخادم للإجابة عن للإجابة عن هذا الطلب. الآن نستطيع إضافة app get نجمة، ونجمة تعني الأشياء الأخرى التي لا تتوفر على برمجة. هنا نكتب response and not found ونعيد إطلاق الخادم. الآن عند الدخول إلى هذا اليغال عفوان قمت ب عند الدخول إلى ذلك اليغال نحصل على not found، وعند الدخول إلى هلو ياسين سيطبع هلو مستر ياسين. يمكن وضع العديد من البارامترات داخل اليغال، مثلا ايميل، request.params ايميل هكذا، وهنا نكتب الايميل. كما تلاحظون يمكن وضع العديد من البارامترات داخل اليغال. فاكسبريس.js فهو فريمورك سهل للغاية، ويمكن استخدامه لبناء تطبيقات ذات كفاءة عالية. فاكسبريس.js هو فقط طبقة لتجريد الأشياء الصعبة الموجودة داخل النود ناتيف. مثلا هنا يمكن استخدام سيند مكان اند، فاند فهي الميثود ناتيف الموجودة مع نود. نستطيع مثلا استبدال اند بسيند، فالسيند فهي موجودة فقط في الاكسبريس جي اس. وانصح المبتدئين الانتباه الى هذه المسألة، فهناك ميثود ناتيف موجودة مع نود جي اس فهي دائما متوفرة، وميثود اخرى تضيفها المنصات، ولا يجب الخلط بين هذه الأشياء. من الأشياء الجميلة فإن دالة سيند فهي ذكية نوعا ما، مثلا get أسميها جيسون function request response var message city مثلا مراكش و country موروكو. فعند القيام بسند لجيسون فإن دالة سند فهي ذكية، تعرف أن نوع المعطيات المرسلة فهي جيسون، فتقوم بجيسون سترينجيفاي بطريقة أوتوماتيكية. هنا سلاش
جيسون كما تلاحظون قامت بتحويل شين دو كاركتر إلى جيسون مع وضع الهيدر المناسب. أما في حالة كتابة شيء عشوائي نحصل على نوت فونت، فالسند لها نفس المبدأ أند، إلا أن السند فهي ذكية تقوم بتحويل جيسون إلى شين دو كاركتر، تقوم بجيسون سترينجيفاي. إذا كنا نريد إرسال هذا الجيسون بالطريقة التقليدية نقوم بريس أند جيسون سترينجيفاي دو ميساج هكذا. نعيد إطلاق الخادم، نرجع إلى جيسون كما تلاحظون. فإكسبريس يضيف كما قلت طبقة لتبسيط الأشياء الصعبة داخل منصة نوت جي اس. هنا الريجكس الخاص باليوريل، رندر تقوم بإرسال تمبلات مثلا index.html hello هكذا. سأسميه app get index function request response. الطريقة التقليدية لإرسال ملف، تقومون بقراءة الملف باستخدام fs، تقومون بvar fs require fs، ومن ثم data fs read file 5، ومن ثم تقومون بend. لإرسال ملف باستخدام منصة express.js تقومون بريس send file dir name index.html. الآن عند الدخول إلى slash index سيرسل لنا محتوى صفحة ال HTML. فإكسبريس جي اس هو جيد جدا إذا كنتم مهتمين ببرمجة تطبيقات بنمط الأجاكس. أما إذا كنتم تريدون برمجة التطبيقات بالنمط التقليدي، أي تريدون القيام بالرندر للمعلومات في جهات الخادم، فإكسبريس جي اس يتوفر أيضا على ميدلوير خاص بالتمبلات في جهات السيرفر كالأو جي اس وجاد وغيرها من آلات التمبلات في جهات الخادم. أما إذا كنتم تريدون برمجة التطبيقات باستخدام الأجاكس فأنتم لا تحتاجون إلى آلات التمبلات في جهات الخادم. هنا سأقوم بتجربة هذا الشيء. الآن ندخل إلى أندكس، كما ترون فإني أحصل على محتوى صفحة الـ HTML. يحتوي express.js على احد المفاهيم المسمى بالميدلوير. فالميدلوير هو تطبيق يتم حقنه داخل تطبيق express.js ويضيف مجموعه من الاشياء الجديده. مثلا في البودي بارسر قمنا ب app use تقوم بحقن محتوى هذا الميدلوير داخل الريكوست والريسبونس الخاصة بتطبيق express.js. أظن أننا قمنا بتصفح أغلب المفاهيم الخاصة بمنصة express.js. آمل أن يعجبكم هذا الشرح، وإلى اللقاء في شرح آخر، وشكراً.